بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 25. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبقي الكلام على الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج والعمرة. الحج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن بصدد شرحه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً. وتأخرت فرضية الحج إلى السنة التاسعة من الهجرة. فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في السنة التاسعة من الهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج هذه السنة، السنة التاسعة، نظرا لأن المشركين يطوفون بالبيت وهم عراة، كان المشركون الذين يقدمون من خارج الحرم إن وجدوا من أهل الحرم من يعطيهم ملابس يلبسونها، وإلا فإنهم يخلعون ثيابهم ويأتون إلى البيت عراة، لأن الشيطان زين لهم ذلك وقال لهم: لا يليق بكم أن تطوفوا بأثواب عصيتم الله فيها، يخلعونها قبل أن يدخلوا الحرم. ولهذا يقول سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والفاحشة والفحشاء هي العري، التعري، كشف العورة فاحشة، سماه الله فاحشة. واليوم المتحضرون من العالم والمتمدنون من العالم يعتبرون العري من التقدم والحضارة، خصوصا تعري النساء يعتبرونه من الحضارة والتقدم، وهذا من دين الجاهلية التي أخبر الله عنها وأخبر أن ذلك فاحشة، لأنه مدعاة
إلى الوقوع في الحرام والزنا واللواط فهو سبيل إلى الفاحشة. ولذلك جاء الإسلام بطلب الستر، ستر العورات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، إلى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، والمراد بالزينة هنا ستر العورة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ولذلك صار ستر العورة من شروط صحة الصلاة. فالإسلام جاء بالأمر بالستر والحشمة، ستر العورات. وأما دين الجاهلية ودين الشيطان فهو كشف العورات. وهو الذي يعده المتحضرون اليوم والمتقدمون بزعمهم، يعدونه من الرقي والتقدم، وأن التستر من الرجعية، وأن حجاب المرأة أنه من الرجعية والجمود، وأن سفورها وإبراز مفاتنها ومحاسنها هذا من الفضيلة والتقدم عنده. هذا نفس ما زينه الشيطان لأهل الجاهلية حتى اتخذوه دينا، اتخذوه دينا يعبدون الله به، وقالوا والله أمرنا بها، كذبوا على الله، قالوا والله شرع لنا هذا، نسأل الله العافية. الشاهد من هذا أنه لما كان المشركون يطوفون بالبيت ويعلنون شركهم، وكان العراة يطوفون بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الحج في هذه السنة، وأنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يحج بالناس، وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل أن ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فأعلن ذلك على الناس، وامتنع المشركون ومنعوا من دخول الحرم، ومنع التعري الذي هو من دين الجاهلية ومن دين الشيطان. ولكن لا يزال شيء من الجاهلية في بعض الناس اليوم، لا يزال بعض خصال الجاهلية في بعض النساء اللاتي لا يحرصن على التستر، حتى في الطواف يتجملن ويتبرجن ويظهرن محاسنهن، حتى في الطواف والمسجد الحرام، وهذا من رواسب الجاهلية. والواجب على المسلمين أن يمنعوا هذا الشيء، وأن يحجبوا نساءهم ويستروا نساءهم في كل مكان، وفي المسجد الحرام على الخصوص. فلما طهر الله البيت من المشركين وطهره من التعري
حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وتوفي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من هذا الحج، فلذلك سميت حجة الوداع. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة إلا هذه الحجة، ما حج بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة مرة واحدة. وأما العمر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرته التي صده المشركون عنها في الحديبية في السنة 7 من الهجرة، وعمرته عمرة القضية التي تقاضى مع المشركين أن يرجع عام الحديبية وأن يعتمر من العام القادم، تسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء. والعمرة الثالثة عمرته لما رجع من حنين، لما رجع من غزوة حنين أحرم من الجعرانة على حدود الحرم في شوال، وأدى العمرة صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى مكة قافلا من حنين. العمرة الرابعة عمرته التي قرنها مع الحج، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا بين الحج والعمرة لأنه قد ساق الهدي معه من المدينة، فأحرم صلى الله عليه وسلم قارنا. أما الذين لم يسوقوا هديا فأحرموا متمتعين بالعمرة إلى الحج. فالحج ركن من أركان الإسلام، لكنه ليس كل سنة، وإنما هو مرة واحدة في العمر، وهذا من تيسير الله سبحانه. لما كان الحج يحتاج إلى سفر، قطع مسافات، تعرض لأخطار ومشقات، جعله الله مرة واحدة في العمر تيسيرا على الناس، لأنه لو وجب كل سنة على الأفراد لشق ذلك عليهم. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قام الأقرع بن حابس فقال: أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع: أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بالأمة. وأيضا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما الذي لا يستطيع فليس عليه حج. والاستطاعة المراد بها الاستطاعة الزاد والراحلة، من استطاع إليه سبيلا أي الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغه إلى الحج ويرجعه إلى بلده فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه، وفاضلا عن سداد ديونه الحالة. فإذا كان عند الإنسان ما يبلغه إلى الحج ذهابا وإيابا، وأمن لأولاده وأهل بيته ما يكفيهم حتى يرجع، وسدد ما عليه من الديون الحالة، إنه يحج، يجب عليه الحج بما معه، هذا هو الزاد. والراحلة المراد بها المركوب الذي يحمله إلى مكة، المركوب في كل زمان بحسبه، قد يكون المركوب من الدواب، وقد يكون من البواخر والمراكب البحرية، قد يكون من السيارات والطائرات، لكل زمان بحسبه، المركوب اللائق به في كل زمان بحسبه. فإذا توفر له الزاد وتوفر له وسيلة النقل، فإنه يجب عليه الحج مرة واحدة في عمره. ويشترط لوجوب الحج أيضا أن يكون مسلما، الإسلام شرط لجميع الأعمال ومنها الحج، فلا يصح الحج من المشرك، فلو حج وهو مشرك ثم تاب وأسلم فلا بد من أن يحج، ولا تصح حجته التي أداها وهو على الشرك، لأن الشرك لا يصح معه عمل ولا تقبل معه عبادة. ويشترط أيضا البلوغ، الصبي لا يجب عليه الحج، ولكنه إذا حج صح حجه تطوعا. إذا حج الصبي مميزا كان أو غير مميز صح حجه ويكون له نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسير في السفر لقيه ركب بالروحة، فقال صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: بنو فلان. ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا معها، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيصح الحج من الصبي نافلة، ولكنه إذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام. وكذلك يشترط الحرية، فالمملوك لا يجب عليه الحج، ولكنه لو حج صح وصار نافلة
في حقه. فإذا عتق وتحرر من الرق فإنه يؤدي حجة الإسلام. ويشترط لوجوبه على المرأة زيادة على هذه الشروط التي هي الإسلام والبلوغ والحرية ووجود الزاد والراحلة، شرط خامس وهو وجود المحرم الذي يسافر معها للحج. فإن لم تجد محرما فإنها تنتظر حتى يتوفر لها المحرم، ولا يجوز لها أن تحج بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وجاء رجل يريد الجهاد والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن امرأته خرجت حاجة وهو جاء يريد الاكتتاب في الغزو، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته ويكون محرما لها، لأن المرأة بحاجة إلى المحرم لأنها ضعيفة وقد يعتريها مرض، يعتريها ضعف، فلا بد من وجود المحرم معها يصونها ويحميها ويعينها ويحافظ عليها، عكس ما يقوله المخدوعون بحضارة الغرب اليوم الذين يسفرون النساء بدون محارم مخالفين بذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من جملة سفاهاتهم ومن جملة تفاهاتهم، ويقولون المرأة الآن تعلمت والمرأة تقدمت ولا خطر عليها، يريدون أن يحرروا المرأة من أحكام الدين بزعمهم، لأن أحكام الدين عندهم قيود وأغلال، يريدون أن يحرروها وهو في الواقع هو عين هلاكها. الدين جاء بحمايتها وإكرامها وهم يريدون إذلالها ويريدون إهلاكها ويريدون أن يتسلط عليها ذئاب البشر، هكذا يريدون. فلا يجوز للمرأة أن تسافر للحج الذي هو عبادة وطاعة لله إلا ومعها محرم، فكيف تسافر المرأة لغير الحج بدون محرم؟ تذهب المسافات البعيدة. يقولون إن الطائرات ما تحتاج إلى محرم، لأنها مملوءة بالناس ولأنها سريعة. أنا أقول لا، تحتاج إلى محرم بأي وسيلة سافرت، سواء بالطائرة أو بالسيارة أو على الدابة، فلا بد من المحرم، لأن الرسول لم يستثني، أوجب المحرم مطلقة لكل سفر في طائرة أو في سيارة أو في باخرة أو على بعير. الرسول أوجب المحرم، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهم يقولون ما تحتاج إلى محرم.
على قولهم إن الطائرة مأمونة وأنها سريعة وأنها بإمكان محرمها أن يؤديها إلى المطار وبإمكان محرمها الآخر أن يستقبلها، نقول أولا هذا خلاف الحديث، هذا خلاف الحديث، حديث اشترط المحرم. وثانيا من الذي يأمن إن الطيارة أو الطائرة أنها تسلم في رحلتها ولا يعتريها شيء ولا تغير المسار إلى مطار آخر؟ كثيرا ما يقع هذا، كثيرا ما تتغير الرحلات لسبب من الأسباب، تذهب الطائرة إلى بلد آخر ليس فيه محرم للمرأة، فأين تذهب؟ فمغالطاتهم باطلة. وبعضهم يقول إذا كانت مع جماعة من النساء فإنها لا تحتاج إلى محرم، يقول يا سبحان الله، هذا خلاف الحديث. وهل المرأة التي خرجت للحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أليست مع جماعة؟ ومع هذا جماعة يعني من النساء، مع جماعة من النساء، ومع هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم محرمها زوجها من الغزو وهي مع جماعة من النساء، أرجع زوجها من الغزو وقال حج مع امرأتك. فهذه مغالطات يجب رفضها والعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه الخير والبركة وفيه الأمان للمرأة والحفاظ عليها. قد يستطيع الإنسان الحج، الناس بالنسبة للاستطاعة للحج على أقسام، منهم من لا يستطيع الحج لا بدنيا ولا ماليا، هذا ليس عليه حج، لا يستطيع الحج لا بدنيا ولا ماليا، هذا ليس عليه حج. ومنهم من يستطيع الحج بدنيا وماليا، هو قوي في بدنه يستطيع السفر وغني في ماله، هذا يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر لأنه توفر له الزاد والراحلة وهو قوي في بدنه. ومنهم من يستطيع الحج ماليا ولكنه لا يستطيعه بدنيا، لا يستطيعه بدنيا، كالمريض مثلا، هذا ينتظر، إن كان يرجى زوال عذره فإنه يؤجل الحج هذا العام، فإذا قدر عليه يحج إذا كان يرجى زوال عذره. إذا كان ما يرجى زوال عذره كالمريض المزمن الذي لا يرجى له شفاء، والشيخ الهرم الذي عنده مال ولكن لا يستطيعه بدنيا، فهذا يوكل، هذا يوكل من يحج عنه، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك واعتمري. فإذا كان يستطيع الحج ماليا ولا يستطيعه بدنيا وعجزه مستمر فإنه يحج عنه، يوكل من يحج عنه، إما تبرعا وإما بأن يدفع له تكاليف الحج.
ومن الناس من يستطيع الحج بدنيا، بدنه صحيح وقوي لكن لا يستطيعه ماليا، هذا مثل النوع الثاني الذي لا يستطيع الحج بدنيا ولا ماليا، هذا ليس عليه حج لأنه لا يجد الزاد والراحل. ويجوز للإنسان أنه يؤجر نفسه إذا صار ما عنده شيء يحج، يجوز أنه يؤجر نفسه مع الحجاج ويشتغل مع الحجاج ويحج، لا بأس بذلك، أنه يؤجر نفسه لهم ويصاحبهم ويؤدي الحج، لكن ليس هذا بلازم عليه، لكن لو فعله فلا بأس، يصح حجه. والمرأة إذا لم تجد محرم هي قادرة على الحج بمالها ولكنها لا تقدر على مباشرة الحج لعدم المحرم، فهذه تنتظر، فإن وجدت محرما في المستقبل إنها تحج، وإن أيست من وجود المحرم إنها لا تستطيع مباشرة الحج بنفسها فتوكل من يحج عنها. هذا وللكلام بقية في بيان مناسك الحج والعمرة، تفاصيل هذه الأمور في الدروس القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خيرا. يقول السائل: المرأة التي ليس لها محرم أو انتظرت فلم تجد محرما، هل يجوز لها أن تنيب أحدا يحج عنها لأنها في حكم غير المستطيع أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ ذكرنا هذا، قلنا إذا أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها، أما ما دامت ترجو وجود المحرم فإنها تنتظر. نعم. يقول السائل: أبي له أولاد وله قطعة أرض، فهل يلزمه أن يبيع تلك الأرض من أجل الحج مع العلم أن له مسكن ضيق جدا وأولاده في سن الزواج؟ الحج إنما يجب على المستطيع، وهو من يجد تكاليف الحج فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه، فإذا كان كذلك وجب عليه الحج، أما إذا كان ما عنده يا الله يكفي لمؤونته ومؤونة أولاده ليس عليه حج، أو كان عليه ديون حالة وليس عنده مال فاضل عن سداد الديون ليس عليه حج أيضا. نعم. يقول السائل: هل يجوز السفر بالخادمة مع الأسرة بدون محرم؟ لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم سواء كانت خادمة أو غير خادمة، بعموم الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، وهذا عام للنساء عموما خادمات وغيرهن، إذا كان معها محرمها كزوجها أو أحد من إخوانها أو محارمها تحج، أما إذا لم يكن معها أحد فلا بد من المحرم لعموم الحديث. نعم. يقول السائل: أحد الإخوة كان على علاقة مع فتاة نصرانية معاشرا لها بما يعرف بالمخادنة وفارقها، ولما أخبرته بأنها ولدت منه عقد عليها. السؤال: هل هذا الابن يعتبر ابن الزنا، وهل ينسب إليه ويورث أم لا؟
هذا من سفاح من زنا لا ينسب إليه. الولد للفراش يعني للزوج، هذا ما هو زوج، هذا زاني والعياذ بالله. والولد من سفاح فلا ينسب إلى أب، إنما ينسب إلى أمه فقط. نعم. يقول السائل: جرت مسابقة في إحدى الدول الإسلامية حيث كانت هذه المسابقة لها جوائز، ومن ضمن هذه الجوائز هي عمرة، حيث أني فزت بها، وعلما أني استعنت في بعض الأجوبة من أحد إخواني، والآن أنا في عمرة، هل عمرتي صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. ما دمت قد حضرت وأديت المناسك عمرتك صحيحة، ولكن هذا المال فيه نظر، من حج بمال محرم يصح حجه وتصح عمرته، ولكنه يأثم باستعمال المال المحرم، فيخرج هذا المال الذي حج به، يخرج ما يقابله ويتصدق به. نعم. يقول السائل: أنا شاب مصاب بالتهاب في اللوزتين، فأعاني مدة طويلة ويتعبني جدا في الوضوء والغسل طوال العام، وأود أن أجري عملية استئصال اللوزتين، فما حكم الشرع في هذه العملية؟ وجزاكم الله خيرا. عملية جائزة، وهذه كثيرة في المستشفيات، وعملية سهلة جدا، فبادر بإزالة اللوزتين لأجل أن تسلم من مرضهما وتسلم من هذه الآثار التي ذكرتها بسبب فساد اللوزتين، بادر بإزالتها، هذا من العلاج المباح لا بأس به. نعم. يقول السائل: ما حكم من كان يظن أن تقصير الرأس هو الأخذ من مناطق متفرقة من الرأس وسمع ذلك ثم تحلل، فما حكم إذا علم أن تقصير الرأس يكون لعمومه، فماذا يفعل الآن؟ يعيد الملابس الإحرام عليه ثم يكمل تقصير رأسه، يعيد ملابس الإحرام كما كانت ويكمل تقصير الرأس، لأنه لابد من تعميم الرأس بالتقصير كما أنه يعمم بالحلق، لأن التقصير بديل من الحلق، والحلق لابد أن يعم الرأس، فكذلك التقصير. وهذا أمر يتساهل فيه بعض الناس أو يستعجل أو يسمع كلام بعض العلماء أنه يكفي ربع الرأس، أو هذا كله لا دليل عليه، الدليل على أنه لابد من تعميم الرأس، قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، والرأس إذا أطلق يعم جميع الرأس، ما يقتصر على بعض الرأس، لا يسمى رأسا، بعض الرأس، ربع الرأس، نصف الرأس، ما يسمى رأس، الرأس هو كامل الرأس. نعم. يقول السائل: أن شخصا كان يعيش في بلاد الكفر وسرق إحدى البضائع علما أنه كان لا يصلي، وبعد توبته أقر بكل ما اقترف من ذنوبه، حيث يبلغ قيمة البضاعة المسروقة 20,000 ريال سعودي، علما أنه لا يعرف صاحب البضاعة، أفيدون أثابكم الله؟ أموال الناس لا يجوز الاعتداء عليها ولو كانوا كفارا، ما يجوز أخذ أموال الكفار إلا الحربيين، كفار الحربيين تحل أموالهم، أما المعاهدون والمستأمنون من الكفار فلا يجوز الاعتداء على أموالهم، أموالهم محترمة مثل دمائهم، إذا كان لهم عهد مع المسلمين أو ذمة مع المسلمين أو أمان مع المسلمين يجب الوفاء لهم، مال المسلمين وعليهم
ما على المسلمين. هذه الأموال التي أخذتها يجب عليك إرجاعها، ولا يبيحها لك أنها أموال كفار. فإذا لم تستطع إرجاعها لأنك لم تعرف، لا تعرفهم الآن ولا تدري أين هم، وبحثت عنهم ولم تجدهم، لابد من البحث عنهم. فإذا تعذر إيصال الأموال لهم فإنك تتخلص منها بأن تضعها في مشروع عام، تمول بها مشروعا عاما انتفع به العموم وتتخلص منها. نعم. يقول السائل: شخص كان لا يصلي تكاسلا وفسقا، وكان ذلك لبضع سنين، وتاب وأصبح يصلي، فهل عليه قضاء هذه السنين أم يكتفي بالسنن؟ صحيح أنه ما عليه قضاء تلك السنين، لأنه في تلك الفترة التي يترك الصلاة فيها متعمدا ليس على الإسلام، كافر، خرج من الإسلام ترك الصلاة متعمدا، فلما تاب رجع إلى الإسلام، دخل في الإسلام من جديد، فيصلي في المستقبل بعد التوبة. أما ما مضى فلا يقضيه. نعم. يقول السائل: ما حكم القراء الذين يأخذون أجرا على قراءتهم للقرآن الكريم وذلك في المآتم؟ المآتم مبتدعة ولا يجوز إقرار أهلها ومعاونتهم عليها، لأنها مبتدعة وهي من النياحة على الأموات ومن الجزع، هي محرمة بحد ذاتها. وأخذ الأجرة على تلاوة القرآن لا تجوز، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها أجرة، العبادات لا يؤخذ عليها أجرة، لا تلاوة القرآن ولا غيره. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأخذ الأجرة على تلاوة القرآن سواء في المآتم أو في غيرها لا يجوز، لأنه في مقابل عبادة، والعبادات يطلب بها الثواب من الله ولا يطلب بها طمع الدنيا، لأن هذا من استخدام أمور الآخرة في طلب الدنيا، وهذا لا يجوز. إنما يجوز أخذ الأجرة على تدريس القرآن وتعليم القرآن، يجوز أخذ الرقية على تعليم القرآن الأجرة، ويجوز أخذ الأجرة على الرقية على المريض، لأن الصحابة الذين رقوا اللديغ وأخذوا قطيعا من الغنم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا في التعليم أو في الرقية. أما التلاوة التي للعبادة وطلب الأجر من الله هذه لا يؤخذ عليها أجرة. نعم. يقول السائل: ما حكم العمل في إقامة جامعية للنساء مع العلم أن مكتبي قريب من النادي الذي يوجد فيه الغناء؟ إيش؟ ما حكم العمل في إقامة جامعية للنساء؟ جامعية. نعم. يعني جامعة. جامعة، نعم. إقامة جامعة. جامعة للنساء. إيه؟ مع العلم أن مكتبي قريب من النادي الذي يوجد فيه الغناء. الذي يوجد فيه؟ الغناء. شلون السؤال هذا؟ يسأل عن إقامة جامعة ثم يروح للغناء. إقامة جامعة للنساء يدرسن فيها منعزلات عن الرجال لا بأس بذلك،
لأن أصبح تعليم المرأة لابد منه حكم العصر والناس، لابد من تعليم المرأة الآن. فإذا كان تعليمها غير مختلط خاص بالنساء فلا بأس بإقامة مباني لدراسة النساء فيها منعزلات عن الرجال. وأما جعل دار للغناء فهذا حرام، لا يجوز تأجير الدار لأجل الغناء، عمل الغناء فيها والمزامير والطرب، هذا لا يجوز، لأن هذا حرام، العمل هذا حرام، وتأجير الدار من له هذا إعانة على الباطل. فلا يجوز أنك تأجر دارك لإقامة المعاصي فيها. نعم. يقول السائل: انتهيت من القيام بمناسك العمرة بحمد الله، وسأقيم 10 أيام أخرى بمكة، فهل يجوز للقيام بعمرة أخرى للمتوفى والدي، وعلى أن يكون الميقات من مسجد عائشة؟ هذا يجوز، لا بأس بذلك، ولكن بقاؤك في مكة، كررنا هذا عدة مرات، قلنا بقاء الإنسان في مكة يطوف بالبيت ويصلي في المسجد الحرام ويعتكف أفضل من الخروج لأداء عمرة من التنعيم. ولو خرج وأتى بعمرة هذا أمر جائز، لكنه خلاف الأفضل والأحسن له. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة العيد بالنسبة للنساء؟ إذا كانت واجبة فهل تجزئ صلاتهن في البيوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء لصلاة العيد حتى العواتق، يعني المخدرات الشابات يخرجن لصلاة العيد، وحتى الحيض يخرجن لصلاة العيد ويعتزلن المصلى. فخروج النساء لصلاة العيد أمر مطلوب شرعا، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مظهر المسلمين وإقامة الشعيرة، شعيرة صلاة العيد. ولكن مع التحفظ للنساء من الاختلاط ومن التبرج ومن السهور، يخرجن متحجبات وغير متجملات وغير متعطرات، ويكن على حدة، لا يختلطن مع الرجال. نعم. يقول السائل: هل يصح خروج المعتكف للراحة مثلا كشرب الشاي والجلوس فارغا ساعة أو أكثر؟ لا، لا يجوز المعتكف يخرج إلا للحاجة التي لا بد له منها، كقضاء الحاجة للبول أو الغائط أو الوضوء. وأما الخروج للراحة وشرب الشاي لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، ينقص اعتكافه. والشاي يشربه في معتكفه، يجاب له شاي ويشرب، إذا كان في الليل يشرب لما يروى من الشاي، ما يخالف، لكن في معتكفه. نعم. يقول السائل: هناك بعض النساء يمرون بين صفوف الرجال أثناء الصلاة، فما حكم هذه الصلاة؟ في الزحمات الشديدة مثل الحرمين الشريفين يستثنى هذا الشيء، المرور للضرورة، هذا شيء ما ينضبط، ما يمكن تمنع الناس وتمنع النساء بسبب الزحمات. وكل ما اشتد الأمر فإنه يتسهل، وهذا من الضرورة، مرور الناس نساء ورجال في الحرم ولو من أمام المصلي، لا، لا بأس بذلك، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا مستثنى. نعم. يقول السائل: من فاتته صلاة الجماعة في المسجد الحرام فصلى مع جماعة أخرى، هل تحسب له 100,000 صلاة؟ إن شاء الله، إذا فاتته صلاة الجماعة وجد جماعة يصلون يصلي معهم
وله الأجر من الله عز وجل إذا كان فوات الجماعة لعذر. أما إن كان أنه متكاسل ويقول أبروح وبلقى جماعة، لا بلقى جماعة يصلون وصلي معه، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أنه يترك الجماعة الأولى ويترك الصلاة مع الإمام ويقول سأجد جماعة ثانين. إن كان هذا من باب التكاسل هذا لا يجوز. أما إذا كان حصل بدون اختياره لطول المسافة أو لعائق حصل له أو كان نائما واستيقظ متأخرا فهذا معذور وله الأجر إن شاء الله بنيته، لأنه نوى صلاة الجماعة أدركها مع آخرين. نعم. يقول: الصلاة خلف صفوف النساء هل هذا فيه حرج؟ هذا أيضا من الضرورات، لأن في المسجد الحرام ما يمكن ضبط الناس، فإذا صلى مع رجال، إذا صلى مع رجال ولو كان أمامهم نساء يصح، تصح صلاتهم للضرورة. أما لو صلى وحده ليس معه أحد فهذا فذ، لا تصح صلاته إلا ومعه رجل أو رجلان أو أكثر. نعم. يقول: من فاتته تكبيرة من صلاة الجنازة هل يقضيها؟ نعم، إذا جاء والناس يصلون على الجنازة يكبر معهم بقية التكبيرات ويعتبرها هي التكبيرات الأولى له، هي التكبيرات الأولى له، فإذا سلم الإمام يكمل بقية التكبيرات على صفتها ثم يسلم لنفسه. نعم. يقول السائل: ماذا تقولون بشخص يدعو من غير علم، وهل في هذا الزمن يجب على كل شخص طلب العلم؟ ما يجوز للإنسان يدعو إلى الله وهو جاهل، لأنه لا يعرف الدعوة، طريق الدعوة، وقد يحلل الحرام أو يحرم الحلال وهو ما يدري، أو يشتد في شيء ليس محلا للشدة، أو يتساهل في شيء ليس محلا للتساهل لجهله، أو يعرض له شبهة وجدال من المدعوين يجادلونه ويعرضون عليه الشبه ألا يستطيع الجواب عليها، فيتعلم أولا ويتفقه أولا ثم يدعو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، لا بد من العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جادلهم بالتي هي أحسن. ولا يستطيع يدعو بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن إلا إذا تعلم، لا بد أنه يتعلم حتى يدعو إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: هل يجوز الاعتمار على شخص منتحر وهو له صلة قرابة مني؟ هل إيش؟ هل يجوز الاعتمار على شخص منتحر؟ يعني قاتل نفسه. نعم، المسلم ولو قتل نفسه فعل كبيرة من كبائر الذنوب عليه الوعيد، لكنه مسلم، يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له لأنه مسلم. الانتحار، قتل النفس، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة لا تخرج الإنسان من الإسلام، يكون بها فاسقا مسلما ناقص الإيمان، فيدعى له ويصلى عليه ويستغفر له لأنه من جملة المسلمين. نعم. يقول السائل: من ضمن المستحقين للزكاة المساكين، فمن هم المساكين؟ المساكين الفقراء اللي ما عندهم شيء أو عندهم شيء ما يكفيهم، عندهم بعض الكفاية أو ليس عندهم شيء، هؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة. نعم. يقول: إذا كان الإمام يبدأ في القراءة بعد التكبيرة مباشرة، فهل نأتي بدعاء الاستفتاح أم ننصت للقراءة؟ دعاء الاستفتاح سنة، ما هو ليس واجبا، أين أتيت به فلا بأس والإمام يقرأ، لأن الفقهاء يقول ويستفتح
ويستعيذ فيما يجهر به إمامه، لأن الإمام لا يتحمل عنك الاستفتاح والاستعاذة، وإنما يتحمل عنك قراءة الفاتحة. فإذا استفتحت واستعذت فلا بأس، ولكن لا تجهر بصوتك وتشوش على الناس، استفتح وتعوذ من الشيطان سرا، لا ترفع صوتك بذلك. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وصلاة النافلة في المسجد الحرام تعادل 100,000؟ هذا يحتاج إلى دليل. الدليل جاء في الصلاة، قال: صلاة في مسجدي هذا، يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه. هذا في الصلاة. أما التسبيح والتهليل والتكبير ففيه فضل وفيه أجر في المسجد الحرام، زيادة أجر لشرف المكان. وأما تضعيف بألف ل100,000 هذا يحتاج إلى دليل خاص بذلك. نعم. يقول السائل: رجل صام على رؤية بلده المتأخرة عن هذا البلد بيوم واحد، وسيبقى هنا إلى يوم العيد إن شاء الله، فماذا يفعل إن كان عدد الشهر 29 يوما بحسب هذا البلد؟ إذا صام 29 يوم أفطر مع البلد هذا، وهو قد صام 29 يوم يكفي هذا. أما إذا كان نقص عن 29 يوم فإنه يكمل بعد العيد، يقضي بعد العيد ما نقص عن 29 يوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.